اهلا وسهلا بكل حضراتكم متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان في لقاء ومقابله خاصه جدا مع المعلم شحاته المقدس نقيب الزبالين. احنا هنتكلم معاه النهارده في جانب انساني اكتر منه مشاكل الزبالين، وطبعا هنتطرق لحاجات كتير ليها علاقه بكل المشاكل الخاصه بجميع القمامه، بس احنا هنركز في اللقاء ده على الجانب الانساني من شحاته المقدس. اهلا بيك على تلفزيون اليوم السابع. اهلا بيك. يعني قولنا في الاول كده تاريخك في مهنه الجمع القمامه بدا ازاي، وانا عارف ان انت يعني ورثت المهنه دي ابا عن جد. الحمد لله. هو كل زبالين مصر نزحوا من جنوب الصعيد اسيوط والمنيا وسوهاج سنه 1948، كان عدد السكان قليل، فاجدادي وابويا هم اللي ابتكروا او صنعوا مهنه جمع القمامه او الزبال. طريقه بسيطه كده، عربيه خشب وجرها سوري عن الحمار، وما كانش في تقدم تكنولوجيا. كانت الحكومه المصريه تحت رعايه الملك فاروق تمتلك عربيات برضو تجرها البغال، ما كانش في سيارات لسه ولا تكنولوجيا. ابتدوا يشيلوا الوحده السكنيه مقابل مليم، كان المليم الاحمر بقى قبل الثوره كانت الدنيا، وكانوا ياخدوا الزباله دي، ما كانش في اعاده تدوير ولا نزل البلاستيك ولا التكنولوجيا، يودوها للراجل اللي بيعمل الفول على عربات الفول اللي في الشوارع دي، حاجة اسمها التدميس. كانوا يبيعوا الزبالة دي للراجل يدمس عليها الفول، والمواد العضوية اللي ما بتتحرقش كانوا يأكلوها للخنازير، اللي هم يقولوا الخنازير ده موجودة مع اليهود والإنجليز سنة 8. بس كده المواد العضوية للخنازير، والخنازير ده خدناها من اليهود والإنجليز اللي كانوا موجودين في مصر. اتولدت أنا سنة 60، والحمد لله كبرت بقيت اطلع اساعد والدي. اتولدت كان وضع العيله بقى عامل ازاي في هذه المهنه؟ عادي، اخواتي البنات وابويا وامي، وكان والدي يطلع يجيب الزباله، وانا كل يوم جمعه اجازه المدرسه كنت اطلع اساعده واجيب معاه الزباله، ونيجي البيت نفرزها انا وامي واخواتي ونتعايش منها، نرمي المواد العضويه للخنازير والمواد اللي هي غير قابله، ما كانش فيه تدوير اصلا، ببلاستيكه بكله، كنا نبيعه للراجل اللي بيعمل المستورد اللي بيعمل الفول او الفران، ما كانش طلع البوتاجاز اللي بتخبز العيش. يعني هو ده كان مصدر الرزق الوحيد، مصدر الرزق الوحيد اللي بيدمس الفول. وكانوا السكان يعني بيحنوا على الزبال، بيشوفوا راجل غردان وجاي في الساعه والبرد بعربيه بحمار، تقعد انا على العربيه كانت تطلع واحده ساكنه جايبه لي مثلا فينو وجبنه نستو من تديني مثلا ارساغ، الارساغ بقى يعني كان حنزاك يعني ثروه. وتوالت الاحداث، ومن اهم واصعب المواقف في حياتي كنت في مدرسة العباسية الإعدادية بنين في ثالثة إعدادي، كنا بقى اتنقلنا من إمبابة وجينا هنا المقطم سنة 68 بقرار جمهوري من السيد رئيس الجمهورية، تعايشنا مع الحكومات وابتدينا إيه برضو نتقدم شوية شوية. فكنت كل يوم جمعة، ما كانش جمعة وسبت إجازة، كان جمعة بس، كنت في أولى إعدادي أطلع مع والدي أجيب الزبالة أساعده. فخبط على السكان كده في شارع مصر والسودان اللي هو سرايا الملك فاروق ده، ففتح لي الباب واد زميلي في الفصل اسمه طارق. فشحاته اللي بيجي بعجله لاري بقى ولبس كويس ابن ناس، ده شغال، ده هو الزبال بتاعنا. وفضلوا بقى في ثنايا المدرسه الاهالي الزبال اهو. حصل لي عقده نفسيه، قعدت بتاع 8 ايام ما رحتش المدرسه. كان التعليم زمان ما تقولش، مدير المدرسه والله لا انسى حتى الان كان اسمه عبده عبد الباس داروس، الراجل ده بعت لي الفراش بتاع المدرسه خدني من البيت ورد لي اعتباري وفصل الطالب اللي قال لي ان انا زبال، وعملني قائد الشرطه المدرسيه. كنت شاطر جدا. ده موقف يعني في اللحظه دي انت كنت حسيت بالخجل من المهنه؟ اتكسفت، والطلبه ما بترحمش، يعني المجتمع ممكن يرحمك لكن الطلبه وزميلك في الفصل وكل شويه الزبال، المدرس كان بيشرح وهو شحاته يا زبال، انا اتخنقت بالرغم ان انا كنت اشطر منه، والمدير رفضه نهائي وجاب والده واعتذر لي في طابور المدرسه، كل المدرسه سقفت في طابور الصباح ورجع لي اعتباري. ده المدير قال كلمتين لغايه دلوقتي، شوف من 40 سنه الكلام ده لسه فاكرهم. قال له صدقني الراجل ده هيبقى حاجه وانت هتبقى ولا حاجه. الراجل اللي انت بتاخد المصروف من بابا وعلى قلب بابا ما بتشتغلش حاجه، الراجل ده مكافح وطالع يساعد والده، ده هيبقى حاجه وربنا يعني. ما الجملتين دول لا انساهم. انت كملت دراسه لحد ثانويه؟ كملت، خدت الاعداديه
وبعد كده دخلت مدرسة مصر الجديدة الثانوية الخاصة في ميدان الحجاز في مصر الجديدة ودخلت ثانوية عامة. وفي سنة 80 جبت 53% ثانوية عامة. التنسيق جابني كلية الحقوق جامعة القاهرة. رحت كلية الحقوق جامعة القاهرة وطلعت الكارنيه ودفعت يعني كانت رسوم بسيطة حينذاك يعني. وقعدت بتاع 40 يوم يعني أيام متقطعة. والدي كان عيان وتعبان اتردد بيه على المستشفيات الآخر وجي الله يرحمه ورحت أنا إيه سايب الكلية ومسكت بقى عشان بيت وإخواتي. في الوقت ده ما فكرتش إن أنت خلاص أنت بتتطور درست لحد ثانوية عامة تكمل دراستك في الحقوق وتسيب المهنة؟ لا، حسيت إني والدي بدأ في رسالة وأنا بعتبر يعني خلي بالك الناس بتقول على زبالين والكلام ده، احنا منظفون. الزبال الحقيقي هو صانع الكمامة أو اللي بيرمي الكمامة. أنا بنعتبر العمل ده عمل وطني، بنخلي بلدنا نظيفة في عيون الآخرين وفي نفس الوقت بنكسب ونتعايش لقمة عيش شريفة. قلت لا، دي رسالة أبويا وهي وقفة الزبالة دي أو صفيحة الزبالة اللي كبرتني وربتني وصرفت عليا. قلت لي إن أنت أول حد دخل العربية. اشتريت عربية نقل. قلت ايه بقى؟ لاني مش معقول عربية بحمار هتخش الفنادق، ما كانوش بيدخلوا الزبالة بعربية بحمار. فانا بقى لما جبت العربية النقل وكتبت عليها مشروع نظافة القاهرة الكبرى بقيت ايه توسعت في الايه واتشهرت عند الحكومة. هنا بدأت تكسب اكتر يعني. الحمد لله بقيت متميز عن اي زبالة عادي. كله كتب وصورني كده على الصفحات الاولى وكان يقولوا عليا شيخ الزبالين، اطلقوا عليا لقب شيخ الزبالين، ومن هنا بدأت الشهرة. انا عايز اقف برضو عند محطه مهمه في الجانب الانساني. لما اتجوزت انا اتجوزت نسيت اقول لك الحكايه دي عشان انا ماليش اخوات صبيان اللي انا واد، بس اتجوزت وانا في ثالثه اعدادي. وانت في ثالثه اعدادي؟ ابويا جوزني لان ابويا كان عنده مرض مزمن قرحه في المعده الله يرحمه، وقال لك انا هجوزه وافرح بيه. ما صدق ان انا يعني شويه كبرت وجوزني جواز تقليدي بنت عمي طبعا. ربنا ادانا 10 عيال يعني. وانا في ثانويه عامه كان معايا 4 عيال عادي كلهم يعني 5 صبيان 5 بنات، العشر ولاد اشتغلوا بقى معاك في معايا عادي وكانوا يروحوا زي ما انا عملت مع ابويا عملوا هم معايا. بس ايه اتعلموا وخدوا شهادات متوسط وفوق المتوسط معاهد حاجات كده. والبنات لغايه ثالثه اعدادي ابطلهم واجوزهم. احنا عشان ايه الصعايده كده عرف الصعايده احنا كده. انت عندك كم ولد؟ 5 5 بنات جوزتهم هم العشرة. بيشتغلوا ايه بقى دلوقتي قولي؟ دلوقتي البنات في بيوت جوازهم. الشباب الرجالة كلهم متعلمين بس في نفس المهنة معايا. كل واحد مع مراته ولاده، اللي بيشيل الفندق اللي بيشيل كذا اللي بيشيل قرية في التجمع الى اخره يعني. نفس المهنة. ناس كتير بتقول ان انت غني جدا. والله قالوا قبل كده كتبوا عني مليونير اغنى. ده قالوا مره عليا اغنى من ساويرس يعني. طيب قول لنا عشان نوضح والله صدقني صدقني يعني انت دلوقتي انت احنا بدانا من الحكايه من اولها وقلت قرش ساغ كان يعني حاجه كبيره قوي في زمان وانت في اعدادي. اشتغلنا بملايين. دلوقتي انت بتكسب كام من المهنه؟ هقول لحضرتك ايه زمان الارساخ ده يعني. زمان الجنيه انا وقيت الجنيه مثلا الاخضر ده واحنا كنا في البابا في 66 و67 ايام النكسه كنت تطلع تجيب كيلو لحمه وفاكهه وطبيخ وخضار كله ده من الجنيه ويزيد معاك كمان فلوس تاني. النهارده انت بتكسب اكتر بتبص للرقم كبير بس اعباء الحياه والمصاريف وكل حاجه غليت فبالتالي نفس السيستم. فاهم قصدي حضرتك؟ فانما حكايه الغنى ده انا بقى اكمل لحضرتك. لما جت الثوره ايام 2011 وانا عملت النقابه واسستها والاعلام بقى وصلت حتى الاعلام الامريكي وروسيا اليوم وقناه بي بي سي وطلعت لبنان وطلعت دول كتير سجلت فيها بره وفي مصر جميع القنوات العالميه والمحليه. اول ما سجلت النقابه اول بقى لا وكانوا بيسجلوا معايا قبل كده القنوات الاجنبيه بصفه الشيخ الزبالين. وكنت برضو سلسله في حياتي كنت حبيت ابقى حاجه يعني كبيره. كنت امين الحزب الوطني الديمقراطي عن الزبالين في عصر حسني مبارك وخدت شهاده شكر وتقدير من حسني مبارك في حديقه الازهر ولبسوني وشاح اخضر كده وقابلت السيد الرئيس واداني شهاده شكر وتقدير لانها اتحرقت لما حرقوا الفيلا كانت موجوده كنت معلقها هنا. طبعا في 2010 انا رشحت نفس العضويه مجلس النواب عن الدائره 14 منشيه نصر والجماليه قبل ما تقوم الثوره.
ورحت انا لامين القاهره اللي هو مكتبه عند قصر النيل عند عمارات في المنيره عمارات العرايس، كانت امانه القاهره انا الدكتور الغمراوي فاكره، قلت له انا امين الحزب الوطني عن الزبالين وعايز ارشح نفسي انتخابات مجلس الشعب، حزب جبني انا بقى لي 15 سنه في الحزب. قال لي لا ده بيجي من لجنه السياسات ممنوع. اتضايقت انا ورحت مقدم استقاله، انا جريء جدا لان انا بحب البلد وما احبش حد يتزايد عن وطنيتي، ورحت نازل ضد الحزب الوطني، خدت رمز التليفون وجبت شعبان عبد الرحيم عمل له اغنيه وياك يا عم شحاته لغايه البرلمان، وعملت اعلانه دعايه صرفت 1,000,000 جنيه 2010. وبصراحه صرفت 1,000,000 جنيه على الدعايه، دعايه انتخابيه لان انا داخل ضد الحزب الوطني. طبعا الاحداث السياسيه بقى مكمله كتير يعني بطلت طبعاً. انا ايه بس انا كنت بتكلم عن موضوع ثروتك اللي ناس كتير برضو بتسال. لا والله صدقني قلت لي دفعت 1,000,000 جنيه دعايه انتخابيه من في 2010 بس نقدر نقول ان ثروتك دلوقتي بقد ايه؟ ملايين؟ عشرات الملايين؟ اقل من المليون صدقني. يعني انا ثروتي يعني ثروتك بتقل من 2010 ثروتي تتلخص في اصول ثابته، اذا كان عماره ساكن فيها انا وعيالي، اذا كان بيت، اذا كان حته ارض ليا مثلا، انما في فلوس وسيله صدقني لا خالص. معلومات غلط، وكل من اطلق عليا كلام ان انا ملياردير وكل ده كلام. طيب بلاش بلاش ثروتك، خلينا نتكلم في المهنه دي. مهنه جمع الكمامه بتكسب كام دلوقتي؟ والله مهنه جمع الكمامه مش بتكسب كتير زي ما الناس متصوره، لا احنا كل الموضوع ان احنا خبراء بنعمل من الفسيخ شربات. بمعنى ايه؟ دلوقتي التكنولوجيا وإعادة تدوير المواد الصلبة اللي هي من مشتقات البترول، احنا بقينا خبراء في هذا الموضوع. بنجيب الزبالة، الزبالة زمان كانت المستوقد تتحرق الخنازير تاكل، دلوقتي لا الزبالة بقى فيها كل حاجة، في تكنولوجيا في الصناعة، في كرتون، في ازاز ماء معدنية، ما كان زمان ازاز كنز من الألمونيا، ورق، مشتقات المواد الصلبة كتير. احنا بنعيد تدوير 8000 طن كل يوم في احياء الزبالين الستة، مرحلة اعداد ما قبل التصنيع، ونبيعها مرة تانية تتصنع في مصر باحترافية، فدي هي اللي بتجيب فلوس. والمواد العضوية برضو زي ما احنا بنرميها للخنازير، لان احنا عدنا تربية الخنازير تاني بعد ما عملنا النقابة وجبت اذننا من وزير الزراعة ورئيس الوزراء حينذاك، ولسه بياكل المواد العضوية، بياكل المواد العضوية اللي 6000 طن كل يوم. والسادة الرئيس حسن مبارك عدم مننا 2.5 مليون خنزير، كنا مخبين شوية كده تحت الجبل من حكومة مبارك، طلعناهم بعد الثورة وصلنا 1.5 مليون خنزير دلوقتي. تمام. فدي الوسائل والطرق اللي دلوقتي بنتخلص منها او بنتخلص بيها من الكمامة. وبتقول ان هي ما بقتش تكسب زي الاول. لا يعني لا بص اقول لحضرتك، ما 16,000 طن دول متقسمين على 1,000,000 زبال، احنا 1,000,000 في القاهرة الكبرى. يعني لما انت تقسم 8000 طن ثمنهم باهظ، تسمع رقم كتير فلوس، لكن قسمه على 1,000,000 ما بين اللي بيجمع والعربيه اللي بتجيب من وبين اللي بيفرز وبين اللي بيعيد تدوير، فكل ده دخل الزبال العادي صدقني لا يزيد عن 5000 جنيه شهريا. ممكن يكسب اللي بيشتري المواد الصلبه من الزبال ويعيد تدويرها تاني مرحله اعداد ما قبل التصنيع ويوديها للمصانع العملاقه في المدن الصناعيه الجديده زي بدر والسادات والعبور واكتوبر، ويعاد تصنيع مره، ممكن ده يكسب، يلاقي فرق سعر ما بين شراء من الزبال وغسيل المواد الصلبه دي وما بين بيعها للمصانع العملاقه. انما هي مهنه زيها، بس حلاوتها ايه؟ انها مستديمه. جميع المهن الاخرى يعني المهن المستديمه اللي تشتغل فيها، لو عايز تعمل مشروع اعمل مشروع اكل، الناس بتاكل على طول. الحلاق ده مستديم، الناس بتحلق على طول. الزبال، انما بقيه المهن لو مقاول بيقف. هي طبعا مهنه، اي مهنه تقول بتقف طول الوقت في قمامه، طول الوقت انت بتاكل انا انت بتنتج انا بشتغل بشيل، يبقى مهنه مستديمه. هننتقل لجزء تاني من الحوار في البيت، وهنتابع معاكم بالتاكيد حوارنا مع شحاته المقدس نقيب الزبالين.
لسه مكملين معاكم حوارنا مع شحاته المهندس نقيب الزبالين، ويعني خلينا نوريكم البيت بيته عامل ازاي، وفي كمان مجموعه من شهادات التقدير اللي هنتكلم عنها، وكمان المحتويات اللي موجوده في البيت. قول لنا الاول شهادات التقدير، يعني اشرح لنا كده كل شهاده. والله في احزاب كتير بتديني شهادات تقدير، المحافظه، هيئه النظافه، من اجدع 100 شخصيه خدمت البلد او خدمت البيئه، حاجات كده يعني. وفي منظمه اجنبيه ادتني سفير النوايا الحسنه سنه 2016، وادوني جواز احمر، وادوني حاجه هنا احطها على الكرافات. انت معاك باسبور معايا الكارنيه معاك باسبور دبلوماسي احمر، وسافرت لبنان، عديت من على السجاده كبار الزوار كده، وبرضه رئاسه الجمهوريه بيجيني الشكر صراحه، وكل الدوله حاسين بيا، ليه؟ انا بحب البلد ووطني جدا، بل وقفنا جند مجهول واشتغلنا بنوصل ليل بالنهار وبنشيل ادوات وقايه كورونا، والحمد لله يعني ربنا مدينا نعمه ووقايه، ما فيش حد مننا اصيب. طيب خلينا برضو نتكلم عن المحتويات اللي موجوده في البيت، قول لنا البيت عباره عن والله إيه؟ البيت بسيط، انا القاعه دي عاملها كده نظام الريف، مصطبه يعني، كراسي، بيجيني الزبالين اتنين معاهم مشكله نحلها، يجيني الاعلام اذا كان جه مثلا يزور الحي حد مسؤول، رئيس حي بتاع، احيانا بيجوا سفارات اجنبيه من دول تاني بيشوفوني. عندك تماثيل وحاجات كده متحنطه؟ قول لنا. لا إيه ده ثعلب متحنط، بحب الحاجات ده انا، وهنا ده حقيقي ده حقيقي. وهنا في تعبان، في صقر بياكل التعبان اهو هنا حقيقي برضو، الصقر والتعبان، وجوه في ذئب هناك قدام باب الفيلا برضو حقيقي متحنط. يعني كل دي حاجات حقيقيه متحنط. كل دي حاجات حقيقيه، وكل الشهادات دي زي ما انت شايف، سفير النوايا الحسنه، من احزاب، من منظمات حقوق انسان، من حاجات كده. انا برضو عايز اقف عند الصور، يعني في صوره قداسة البابا رمز ان انا مسيحي ومصري مسيحي اصيل، وجنبه سياده الرئيس، ده اللي انا بحبه طبعا، ده البابا توادرس، البابا توادرس سياده الرئيس، البابا شنوده اهو موجود، وموجود كمان البابا كرولوس اللي قبله، يعني تاريخ الباباوي برضو قبل السيد الرئيس السيسي. الامام الاكبر دي هو وقداسة البابا، وكاتب مسلم زائد مسيحي، كلنا مصريين، بحب انا وطني جدا. كمان عندي فانوس رمضان بيولع ال 30 يوم، لما ادخل عند اخ مسلم اخويا في رمضان بيلاقيني يعني بشاركه فرحته بشهر كريم اللي ربنا انزل فيه القران. كمان كنت بعمل افطار الوحده الوطنيه، كنت بجمع فيه كل اخوات المسلمين بره هنا في سرداب كبير، بس ساعتك عارف كانوا منعوا الاجتماعات والسردكات، كنت عملته لغايه 2014 و15 يعني. البيت ده اتحرق في وقت من الاوقات، البيت ده يعني دخلوا المجرمين والبلطجيه في 2011 في الانفلات الامني، وعارفين طبعا، ما اعرفش الموضوع سياسي ولا دين. الفيلا دي كانت رهيبة، احسن فيلا في مصر يعني، كانت مساحتها 800 متر، كان فيها كلب ولف مشتري من مزاد كلية الشرطة مدرب، وكان عنده طاووس ونعام، وكان عندي فراخ مستوردة من بره، حاجات كتير كنت، وكنت بفكر اجيب غزالة من اسوان. جيت بعد الثورة لما ولعوا فيها بقى وسرقوا محتوياتها، خسرت كل حاجة، جبت اللودر، شلت كل الانقاض وبنيتها من اول وجديد، بس ايه، بنيت بيت لاولادي هنا وبيت لاولادي، وخليت الحته الصغيره دي اللي هي سيادتك شفتها، القاعه اللي بقابل فيها الناس، وعباره عن فيلا دوبلكس جوه، يعني انا رايح فيها بالنهار، جانا واحد ضيف قريب من البلد مش عارف ايه ينام فيها، واخر النهار بروح على بيت الثاني، عماره متواضعه 5 ادوار، كل واحد معاك فيها اولادك بقى، وكل واحد من اولادي واخد دور، وانا ومراتي كلهم متجوزين، والبنات في بيت جوازهم الحمد لله. طيب احنا هنكمل معاك ونعرف الكنوز اللي لقيتها، او اهم الحاجات اللي لقيتها، لكن بره البيت مع الشكل اللي بره، هنتابع معاكم كل التفاصيل في حوار مع المعلم شحاته المهندس. لسه مكملين معاكم الحوار مع عم شحاته المهندس نقيب الزبالين. اولا قول لي، انت بتزعل من كلمه لا لا لا؟ عادي، العمل شرف، انا بفتخر. قلت لي جوه لا هم مش زبالين، هم لا ايوه يعني، هو بص، ما فيش في قاموس اللغه العربيه حاجه اسمها زبال، بس النقابه اسمها كده، المنظف، النقابه اسمها النقابه العامه للعاملين بالنظافه وتحسين البيئه، ولكن العامه والشعب خلاص خد على كلمه زبال، فاحنا مش كسوف،
لا فخر ليا انا اولادي برضك في المدارس وهنا وهنا اولادي بيفتخروا ان انا نقيب الزبالين. العمل شرف ده وسام، احنا بننظف البلد طبعا. احنا دلوقتي شايفين شويله القمامه، قول لي دي عباره عن ايه؟ ده ازاز بعد ما يتم الفرز، الزبال بيطلع 8000 طن المواد الصلبه، منهم ازاز كرتون الومنيوم الخلا. انا شغال في الازاز ده، بلمه من الزبالين وافرزه ثلاث انواع واوديه المصانع يقعد تدويره مره ثانيه. فده جزء من 8000 طن المواد الصلبه. اما المواد الرخوه العضويه بيدخلوها للخنازير تاكلها. قول لي بقى ايه اغرب حاجه لقيتها في شنط الزباله؟ والله احنا لقينا حاجات مفيده وحاجات قاتله. يعني هنبتدي بالحاجات المفيده. يعني كان في احد السكان في قصر النيل، وطبعا الاحياء الراقيه دي هي اللي بيجي منها الحاجات الهاي زاس البرفال الغاليه، الحاجات الغاليه، انما الاحياء الغلبانه يعني بتبقى حاجتها عاديه. جه حد بعربيه فخمه جدا بي ام اخر موديل، وقال انا ضاع مني ورق ومستندات هامه وبخاف اسيبها في المكتب. الزبال بتاعك مين؟ مثلا قال مينا. ساكن فين؟ قال في قصر النيل. انا نقيب الزبالين بقى عارف كل واحد بيشيل من فين وبيته فين، ما دي بقى الميزه بتاعتي. بعدت جبت مينا، قال والله يا معلم لسه الزباله ما اتفرزتش. دخلنا جوه قعدنا نفرز معاهم وطلعنا فعلا ظرف جواب صغير جدا فيه حاجات خاصه بيه، اذا كان اوراق بنوك الله اعلم. دي حاجة. تاني حاجة برضو في سيدة فاضلة لا داعي لذكر الأسماء، قالت معلقة فضة بتبوظ طقم جاي من إيطاليا، فضة يعني سفرة معلقتك، برضو لقيناها وديناها. بقى تدي إيه؟ الزبال مكافأة. ابني مدحت لقى ساعة رولكس بتاعت شخصية مهمة، وتاني يوم تالت يوم محدش سأل عليها من أحدى المنتجعات أو الكرة السياحية. فرابع يوم راح مدحت يجيب الزباله، لا عربيه الشرطه بتاخد الخدامه الفلبينيه، هو الشخصيه ده اتهمها. فالامن بتاع الكومباوند بيقول له في ايه؟ قال له ده سرقت ساعه رولكس. قال له لا ده انا اللي لقيتها، دي جت في الزباله موجوده معاك؟ قال له موجوده معايا. فقال له اروح اجيبها لك واجي، لان فالشخصيه صاحب الساعه قال له لا هاتها بكره. الحمد لله انت ناس امنا وابوك نقيب الزبالين ناس محترمين، ونزله الست الفلبينيه اعتذر لها واداها مكافاه، وراح وداها له ابني تاني يوم كان تمنها فوق خالص، وادى ابني هو 10000 جنيه. قال له لا دي سرقه، يعني سرقه ساعه رولكس متهمها. قال له لا الساعه انا لقيتها في الزباله من 4 ايام. قال معقوله؟ قال له اروح اجيبها لك. قال له لا خلاص هاتها بكره بعده براحتك تاني. وراح وداها تاني يوم وادى له مبلغ يعني ما كانش عايز ياخده، فقال له لا ده طالع من ذمتي انت ناس كويسين وهكذا. اما الجانب الثاني السيء للاسف قنابل، لقيت قنابل واستشهد يعني الارهابيين كانوا حاطين قنبله في مكرم عبيد مدينه نصر، وظابطينها على الساعه 3 الذروه الناس بتدخل تتغدى تنفجر. الزبال في اليوم ده كل يوم بيشيل الزباله بعد الظهر، اليوم ده وراه مشوار فشال الزباله الساعه 12. ربنا كاتب عمر طويل لمين؟ للناس اللي في المنتج. جه يعني يفرزوا هنا انفجرت موتت عديد من الاطفال والناس اللي بتفرز. انفجرت هنا؟ انفجرت هنا في حي الزبالين وموتت ابن الزبال وواحد تاني. يعني هو ما كانش يعرف جواها ايه؟ لا ما كانش يعرف، منا ما بلغنا الشرطه كانوا قنبلتين. ابطاله واحده وواحده انفجرت موتت طفل يعني الثانيه واحده ابطلوها جات الشرطه او ما لحقناش. فدي من ضمن يعني الحاجات اللي هي بتبقى حاجات صعبه وبتيجي برضو يعني في الانفلات الامن بقى والدنيا دي ايام رابعه والكلام ده كله عشنا اشد وامر في العذاب، وكنا بنتدرب تحت رجالتنا يعني وبنتشتم، ويعني الحمد لله برضو وقفنا وسدينا لان مصر امانه وبنعمل على قدر المستطاع تحت ظل القيادة الرشيدة السيد الرئيس الفاضل السيسي ان احنا نكون جادرين بالثقة وننظف مصر وتبقى نظيفة في عيون الاخرين، وربنا يحفظها وشعبها وجيشها. كم بقى في المية من القمامة اللي بتتجمع على مستوى القاهرة بيتم اعادة تدويرها زي احنا فندم؟ بنرفع 16000 طن زبالة كل يوم. احنا وحدات سكنية منشآت سياحية ملناش دعوة بالشارع تبع هيئة النظافة، فيهم 8000 طن مواد صلبه، ازاز كرتون بلاستيك مياه معدنيه كنز الخ الى اخره.
بنعيد تدويرها تاني ونوفر للدوله ملايين الدولارات في استيراد المواد الصلبه الخام من الخارج. بتعيدوا تدويرها ازاي بقى؟ بتجمعوها يعني زي بنوديها للمصانع العملاقه. عندنا في حي الزبالين هنا ورش مرحله اعداد ما قبل التصنيع، بنجهز الحاجه والنظافه، خطوط غسيل بنجيبها من الصين نغسل البلاستيك ونجففه وبنوديه للمصانع العملاقه يتصنع تحت درجه 3000 درجه مئويه عشان ما تقولش ده فيه بكتيريا وطالع من الزباله. وعندنا 6000 طن مواد عضويه بنديها غذاء للخنازير، وعندنا 2000 طن كل يوم ما بين ادوات وقايه كورونا، ودي بالتنسيق انا كنقيب مع الحكومه بنوديها المقالب العموميه تدفن دفن صحي كانك بتدفن متوفي كورونا تحت اشراف لجنه ثلاثيه من البيئه والصحه والتنميه المحليه. طيب بما انك اتكلمت عن كورونا والفتره اللي فاتت كانت صعبه عليكم كلكم، وقلت لي واحنا قبل ما نسجل قلت لي احنا مناعتنا قويه. الحمد لله. يوم اتقالوا انفلونزا الخنازير صدقنا، وعدم الخنازير كانت اكذوبه او حاجه سياسيه في البلد الله اعلم، ولكن لم يصب احد الزبالين بانفلونزا عاديه صدقنا، ولم تسجل دفاتر المستشفيات اصابه واحده كورونا. ولا كورونا بالعكس، في ناس ساكنه عامل نظافه واحد خالص على فكره، في ناس ساكنه عندنا في حي الزبالين مش شغالين في الزباله واصيبوا بكورونا واتعمل لهم عزل، وسبحان الله كل اللي شغالين في الزباله انا بقول كده بالبديهه يعني مش حد في نقابتك خالص نهائي، وهات لي واحد وقول لي فلان الفلاني ده وانا راجل كده ايه بقى يعني من عند ربنا بقى. كميه الميكروبات اللي دخلت جسمنا وانا طفل برضه او امي بتفرز في الزباله اصبحت سد منيع تقتل اي ميكروب يدخل تاني. لو ابن حضرتك تعرض لكيس الزباله توديه مستشفى تبارك، احنا اولادنا بتربش في الزباله، اذا جسمه مليان ميكروبات ثم مناعه، ده من فضل ربنا علينا. صحيح انت عندك شركات وعربيات ويعني زي ما الناس بتقول، قول لنا كده. لا صدقني صدقني، وانا قلت في بدايه حديثي انا لو عندي حاجه مش هخبيها، بالعكس الناس اللي عندها ثروه بتتفاخر وتقول انا مليونير انا ملياردير، الحمد لله الستر من عند ربنا، وانا دايما بحب الشهره اكتر من الفلوس. بس اولادك عندهم شركات؟ اولادي يعني شركات زيهم زي اي زبال يعني، مش متميزين، شركات بسيطة واخدين مناطق عادية. شركات ايه بقى؟ شركات نظافة. كل زبال هنا بيدفع ضرائب عنده شركة توصية بسيطة. انا عندنا كزبالين 7250 شركة توصية بسيطة مقيدة في هيئة الاستثمار، عشان ندخل نتعاقد مع الحكومة بعد ما مشت الشركات الأجنبية كيان رسمي، وعشان ندفع حق الدولة من ضرائب وتأمينات. والعربيات؟ العربيات كل شركة بتحتاج لها عربيتين ثلاثة عشان تجمع الزبالة من المناطق اللي متعاقدة معاها مع الدولة، والدولة هيئة النظافة مش بتديني ترخيص أو تعاقد إلا إذا عينت العربيات اللي ملك ولادي، فكل واحد من أولادي عنده عربية يجيب بيها زبالة المربع اللي هو بيشيل فيه. لكن ما يقال حول نقيب الزبالين وأغنى واحد في مصر، كل ده صدقني كلام ليس له أساس من الصحة. طيب في حاجة كمان، مناطق في القاهرة عمال النظافة بيتخدموا المتعاهدين والمعلمين. اشرح لنا كده الموضوع. مدينة نصر واحد واثنين، مصر الجديدة، النزهة، قصر النيل، الزمالك، التجمعات بالكامل. بيتسارع الزبالين للتعاقد مع الكمبودات او مع الدولة على رفع زبالتها، عشان زبالتها بتبقى غنية عن زبالة المناطق العشوائية. يعني تلاقي فيها المواد المعدنية، ما بيشربوش مياه عادية، تلاقي فيها كل المواد الصلبة اللي انت بتبيعها وبتعيد تدويرها مرة تاني. انما الاحياء الغلبانة، مش هقول الاحياء عشان اصحابها ما يزعلوش اللي ساكنين فيها، ما بتلاقيش فيها حاجة خالص، ناس غلابة ما بيشربش مياه معدنية كده يعني. فالمناطق التانية دي هي اللي غنية بالمواد دي، هي اللي بتسارع عليها ويقول لك ده شيلها وده قولها. ده الفرق بقى بين شنطه الزباله اللي جايه لك من التجمع وبين اللي جاي من مثلا الشرابيه او من التجمع او التجمع. مثلا من باب الشعريه او الشرابيه ده تعرفها اول ما تجيلك حتى لو مش عارف. انا خبير في كده، انا اعرف المواطن الغني والفقير والمرتشي من الزباله بتاعته. المرتشي ولو شاء ارهاب اعرفها، ولو شاء منافاه للاداب نعرفها. طب اقول لحضرتك انا لما اكون انت حاطط يافطه على باب شقتك موظف باحدى الشركات، مرتبك كام؟ ما يزيدش عن 3 4 5 اذا كنت متميز. لما لقى في زبالتك الديك الرومي الفارغ بتاعه، علب السجاير الغاليه، ازايز بيره ويسكي، تفاح متقشر، يبقى هنا في حاجه غلط. خد بالك؟ لكن الراجل الغلبان التاني بنعرف انه غلبان موظف، تفاح الامريكان ملوش اللي على اعياد والمواسم، كل يوم او كل اسبوع لا عظمه الفرخه البلدي وكمان يعني ما مخليش حاجه، فده غلبان يعني. اللي جاي قد اللي رايح راسم حياته عامل
فهرست المرتبة. طب تعرف الناس من شنطة الزبالة؟ من الزبالة بتاعتهم. لو شقة سوري يعني فيها إرهاب هتلاقي بقايا بارود وحاجات وتبقى شقة مفروشة. لو شقة سوري يعني منافية للأداب هتلاقي فيها حاجات كده يعني. يعني تحت عنوان زبالتك عنوانك. بالك؟ بس فكل واحد خبير في مهنته يعني. احنا بنشكرك جدا على وجودك معانا في حوار يعني اتكلمنا فيه شرف ليا تفاصيل كتير جدا، ركزنا على الجانب الانساني وكمان الجانب العملي. شرف ليا ونورتوا حي الزبالين والله. شكرا شكرا. ربنا يخليك ربنا يخليك يا فندم. شكرا لكل متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان لمتابعتكم لينا في هذا اللقاء الخاص، وتابعونا دايما على تلفزيون يوم السابع.